لقد بدأ البحث عن أفضل صحفي متخصص لهذا العمل. مؤسسة تومسون الذائعة الصيت في عالم الإعلام تبحث للعام الرابع على التوالي عن أفضل صحفي متقص في فئة الصحافة المكتوبة وفئة الصحافة المرئية وفئة التصوير الفوتوغرافي التي استحدثت هذا العام. قناة الجديد كانت على الموعد في العاصمة الأردنية عمان، حضرت مع ثلاثة من مراسليها، رشحت لهم أربعة أعمال للتصفية النهائية، علما أن حصة الأسد في القائمة النهائية كانت من نصيب القنوات اللبنانية. وعلى وقع الموسيقى الهادئة ككلمة السفير البريطاني في الأردن جيمس وات، كانت المنافسة بين الزملاء في قناة الجديد تشتد. مديرة الأخبار مريم البسام حاضرة في الحفل، لأنه مهما كان ترتيب الزملاء فالنتيجة شهادة إنصاف لقناة الجديد. الخبر أصبح يقيناً، المراكز الثلاثة الأولى للقناة المتمردة، والانتظار، كل الانتظار، هو المنافسة بين الجديد والجديد والجديد. ولكن نأمل جميعا. توالت الكلمات، فكانت كلمة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني نبيل الشريف، وكلمة رئيس مؤسسة تومسون اللورد فولر، وتوالى توزيع الجوائز التكريمية على لجنة التحكيم، ثم أعلنت النتائج، ففاز بالمرتبة الأولى عن أفضل تحقيق في الصحافة المكتوبة إبراهيم أبو كامش من فلسطين، وبالمرتبة الثانية عماد شاهين من الأردن، وبالمرتبة الثالثة حسن يوسف دوحان من فلسطين. وعن فئة التصوير الصحفي، فقد فاز بالمرتبة الأولى إياد البابا من فلسطين، وبالمرتبة الثانية محمد البابا من فلسطين، وبالمرتبة الثالثة وائل خليفة من سوريا. ثم حانت لحظة الجديد. الزميلة أوغاريت دندش فازت بالمرتبة الثالثة بتحقيق عن التعذيب في السجون. أكثر ما يعني عطبوني قاضوا على المستقبل هني عملياً يعني. وبالإضافة أنه ما في حدا يحاسبهم. بعد كل التعذيب خرجتوا من السجن. خرجنا بتأسف من وزارة الدفاع وعطونا مبلغ 200,000 تعويض. عندما تهان الكرامات وتنتهك المقدسات، ماذا يبقى من الحقيقة؟ من هم هؤلاء الجلادون الذين يضربون بيد من حديد من دون أن يرف لهم جفن؟ ومن المسؤول؟ قادة غض الطرف أم مجتمع أشاح النظر أم ضحية عضت على الجراح؟ أوغاريت دندش، قناة الجديد. الزميل فراس حطون فاز بالمرتبة الثانية بتحقيق عن أطفال الشوارع. في كل شارع حيث تراهم تنظر إليهم فتشعر بأنهم جزء من يوميات المكان. هؤلاء الذين نزلوا من بطون أمهاتهم وفي يدهم قطعة قماش. هذه الحلقة من برنامج استقصاء تبحث في واقعهم وتنحني أمام أحلامهم. هؤلاء الذين ولدوا في الشارع ولا يريدون أن يموتوا فيه. أولاد الشوارع، هؤلاء الذين يحملون بيدهم قطعة قماش يصعب التمييز بينها وبين ملابسهم. ما الذي ينقصهم كي يلبسوا كسائر خلق الله؟ هؤلاء الذين يمسحون بيدهم زجاج سيارات الأطباء والمهندسين، ما الذي ينقصهم كي يكونوا أطباء المستقبل ومهندسي المستقبل؟ وهذه العيون التي تنظر إلي وتنظر إليك ونحن في سياراتنا، بما نحن أفضل منها ولما نتجنب النظر إليها في كثير من الأحيان؟ هل هو غرور أجوف أم موت للإحساس أم هروب من الحقيقة؟ أقصر الإجابات أصدقها، والإجابة تقول أنه حين يتسول الصغار يتحمل الكبار، كل الكبار، كل المسؤولية. الزميل رياض قبيسي فاز بالمرتبة الأولى بتحقيق عن فوضى السلاح بعنوان زينة الحرب. من ستطلق الرصاص هذه البندقية؟ من سيقتل قريبا له
بطلقات طائشة أو موجهة في بلد هو ضحية السياسات الطائشة والموجهة. مرة جديدة تؤكد قناة الجديد ريادتها في مجال التحقيقات التلفزيونية. مرة جديدة جاءت هذه المرة بشهادة مؤسسة بحجم تومسون، وهي مؤسسة لا لبس في مرجعيتها الإعلامية. مرة جديدة وليست الأولى، إذ إن قناة الجديد كانت قد فازت في العام الماضي بالمرتبة الثالثة بتحقيق للزميل فراس حطوم حول أحوال السجون.